مرحبا، معكم كارمن شماس. كيف بده يكون اليوم الاثنين 7 نوفمبر تشرين الثاني؟ اليوم القمر مرافقنا من برج الثور الترابي، والقمر ببرج الثور الترابي عم بيواجه الشمس، لكن بتكتمل وبيكمل او بتكمل هذه المواجهه يوم الثلاثاء، اللي هو انا حكي عنه بالبرج الشهري وايضا بالبرج الاسبوعي عندكم جميع الابراج. بيكتمل الثلاثة، في عنا خسوف للقمر بتمام الساعة 1 الظهر توقيت بيروت، لكن مناطقنا نحن لبنان وسوريا وتركيا الأردن، كل هالمناطق ما رح نقشعها، كل شيء كل البلاد اللي فيها ضوء خلال حوالي ساعة 1 الظهر يعني منتصف النهار ما رح يقشعوا، لأن القمر بيكون في النصف الجنوبي من القار من الكرة الأرضية تحت يعني الخط الاستواء. أوكي، هن بيشعوا، بكون عندهم عتمه بالليل بيشعوا. المهم كيف بده يكون نحن نهارنا؟ مفروض يكون نهار حلو للابراج الترابيه، مواليد برج الثور العذراء، مواليد برج الجدي، ايضا مواليد برج السرطان، كذلك مواليد برج الحوت. انا حكي ببرجكم الاسبوعي، رح بتسمعوا برجكم الاسبوعي بتعرفوا تاثير هذا القمر على كل برج. المهم البداية مع برج الحمل، مواليد برج الحمل اليوم نهار بهذا القمر الموجود برج الثور، بقولكم كونوا منتبهين، كونوا واعيين لشغلكم، لنوعية شغلكم، لنفسيتكم، قديش انتم فيكم تعطوا، قديش فيكم تاخذوا. الاجواء ليست سلبية لكن ضروري تنتبهوا، جاي اكتمال للقمر في برج المال، في بيت المال بالنسبة لكم. اي تحديات عندكم اياها حاولوا انكم تطلعوا منها، ما تعلقوا فيها لحتى ما تتاثروا سلبا. اذا عندكم اخذوا عطاء، اذا عندكم امتحانات، فكونوا دقيقين بهذه النقطه، لانه فيها هذه النقطه تكون بالنسبه لكم تكون نقطه دقيقه بسبب قدوم الخسوف. كلكم فيكم تكونوا محظوظين اليوم، لا يوجد سلبيات، لكن معليش هذا الاسبوع عم بنبه مواليد 16-17 نيسان ابريل. بنروح لبرج الثور، مواليد برج الثور انتم معنيين بصوره مباشره مع هذا القمر في برجكم، اكتماله يوم غد الثلاثاء، اسمعوا برجكم بكره، اسمعوا الابراج الاسبوعيه اليوم. اليوم القمر ببرجكم من ناحيه هو شيء جيد، لانه قمر ببرجكم عم بيعطيكم شيء انتم بدكم اياه، عم بيعطيكم شيء انتم ناطرينه، عم بيعطيكم حل، عم بيعطيكم نتيجه، او عم بيعطيكم خبر او جواب. جواب فيكون بيعجبكم او ما بيعجبكم، لكن عم بيبد الامور. وعندكم ثلاث ايام، اسمعوا برجكم الاسبوعي ما راح احكي عنه، لذلك في شيء عم بيتحرك عندكم، بعض الامور بتزبط حسب انتم كيف عم تشتغلوا. اليوم نهار فيكون نهار حلو لمواليد برج الثور بسبب الطاقه القويه عندكم. كلكم فيكم تكونوا محظوظين بشكل خاص مواليد نيسان ابريل. بنروح لبرج الجوزاء، مواليد برج الجوزاء اليوم نهار كثير ضعيف لمواليد برج الجوزاء، لانه الجو ضعيف، بطيء، هادي، رايق، الامور تتاخر، الامور ما بيمشي حالها، ومش بس اليوم، يوم اكثر من يوم، فكونوا منتبهين مواليد برج الجوزاء، الاجواء منا واعده بتقدم كبير مثل ما انتم مفكرين، والقصه رح تاخذ عده ساعات وعدة أيام، فكونوا منتبهين وتابعوا برجكم الأسبوعي، كونوا رايقين، بعدوا عن المشاكل كليا مواليد 10/11 و 12 حزيران يونيو. بنروح لبرج السرطان، يوم جيد جدا لمواليد برج السرطان، تأثيرات القمر كتير حلوة من برج الثور، مع انه هو قمر مكتمل، لكن الجو بيكون عندكم رح بيكون جيد جدا. اذا انتم بحاجة لأي سؤال، لأي جواب، لأي دعم، لأي تغيير، لأي حركة بدكم تقوموا فيها، اشتغلوا فيها، الجو جيد ورح بيساعدكم 100%. من الايام الحلوة في هذا الاسبوع، ما تتركوا شيء ما تشتغلوا فيه، لما القمر يكون برج الثور والشمس موجودة برج العقرب، الجو معكم ايجابي جدا، كلكم فيكم تكونوا محظوظين خاصة مواليد تموز يوليو. بنروح لبرج الاسد، مواليد برج الاسد يوم متقلب شوي، الضغوط موجوده، هالمواجهه بين القمر والشمس يمكن تنعكس عليكم بشويه ضغوط، بشويه توتر، او بشويه يمكن اختلاف بالراي مع الاخرين، بدكم تطولوا بالكم، يمكن بالكم كثير قصير، فبدكم تكونوا كثير متفاهمين، او بدكم تكونوا كثير رايقين، واذا ما قدرتوا تروقوا حالكم بعده انسحبوا، خذوا نفس عميق وقت ترتاحوا ترجعوا بتكملوا. جو متقلب شوي مش كتير، لكن لأنه القمر موجود بالنقطة الأعلى بدائرة الفلكية مع
configurations يعني مربعات معكم مواجهة من زحل، احتمال تشعروا بهذا الضغط. لذلك بنكونوا واعيين، بكونوا هادين، بكونوا كبار وتكونوا ناضجين في التعامل مع هذه الأمور. بشكل خاص مواليد 12 و13 آب أغسطس. بنروح لبرج العذراء، نهار رائع لمواليد برج العذراء، الأجواء ولا أروع من هيك ولا أحلى من هيك، الأجواء ممتازة، هنالك تفاعل كتير حلو معكم، هنالك تقدم، هنالك مساعدة، هنالك انفراج، انشراح وقدرة ووعي كتير كبير، قدرة طاقة إدراك كتير كبيرة بتخولكم إنه تروحوا وتعملوا بدكم إياه، تسوقوا بدكم إياه، حتى باستطاعتكم إنتاج شيء، تطلعوا شيء وتبلشوا بالترويج له، هيدي بالطريقة الصغيرة البسيطة. من ناحية أخرى هو نهار كتير حلو، بيدفعكم بيشجعكم لتاخذوا مبادرة، جربوا حظكم فينا نقول، لأنه الأمور ممتازة جدا، من الأيام الأكثر حظا في هذا الأسبوع وفي هذا الشهر. منروح لبرج الميزان، مواليد برج الميزان، الأمور اليوم هي تدعوكم هذه الأمور إلى ترتيب الأمور، الأولويات وحل حالة المشاكل، الابتعاد عن الأشخاص يلي بيحاولوا إنه يعلقوكم مثل ما نحن بنقول بلبنان بقصص وتفاصيل، يعني مثل حكي واشاعات وعملوا هاي الورقه وبردوا لكم مصاري بسرعه ما بتنتبهوا، في بعض القصص بدها شويه دقه بخلط الامور والانتباه لهذه الامور، لكن انا بعتبر انه جوكم ايجابي، ما في معاكسات، ما في اي شيء. موالي برج الميزان بعدكم اقوياء، بعدكم مهمين جدا، الشمس ببيت المال، القمر ببيت ايضا القضايا والملفات، فتقريبا كل شيء مفروض يكون جيد لانه فول مون عم بيصير. حضروا حالكم لاكتمال صوره معينه، ملف معين. 12 13 اكتوبر الاكثر حظا. بنروح لبرج العقرب، مواليد برج العقرب القمر عم بيعاكسكم من البيت السابع، يمكن بيت شريككم بالحياه، شريككم بالشغل، رفقاتكم بالشغل، رفقاتكم بالمدرسه، الشخص الغريب اللي بتلتقوا فيه باي مؤسسه رايحين عليها، بالمول، بالماركت، وين ما كنتوا، فبدكم تكونوا منتبهين لانه هذا القمر بتحداكم. إذا أنتم رايقين فيكم تتعرفوا على ناس كتير وبصير عندكم أفكار وبصير عندكم رفقات كتير أو معارف كتير. إذا أنتم نرفزين ومعصبين لأن هذا الأمر يمكن يسبب لكم شوية انفعال، معناتها يمكن تزعلوا حدا، يمكن حدا يزعلكم أو أنتم تزعلوا حدا، فبدكم تخلوا انفعالاتكم على جنب. هذه فترة ليست مناسبة للوقوع ضحية الانفعالات أبدا وبتاتا، بالعكس تماما، خلوا هذا القمر ينور على علاقاتكم لتكتشفوا الحقيقة، وأيضا لحتى أيضا تقدروا تتعلموا درس كيف تتعاملوا مع الضغوط من قبل شخص آخر. الجو ليس سلبيا إلا إذا أنتوا معصبين كتير، فخذوا نفس عميق وبعدوا عن المشكل. تبقى المواليد الأكثر حظا 10 11 و 12 نوفمبر تشرين الثاني. بنروح لبرج القوس، مواليد برج القوس، هذا القمر بالنسبة لكم، مواليد برج القوس موجود في بيت العمل، في بيت الصحة، نهار طويل، نهار متعب، نهار متقلب، نهار بيطلب منكم تكونوا واعيين اكثر على شغلكم، على عملكم، على نفسيتكم، ادائكم كيف بده يكون، يمكن يكون في تراجع، يمكن يكون في خربطه، يمكن تنسوا اغراضكم، تنسوا الكتب، تنسوا المراجع المهمه، اللابتوب، فانتبهوا، كل شيء بيتعلق بالشغل، كل شيء بيتعلق بالصحه يقع تحت تاثير هذا القمر المكتمل يلي رح بيصير مكتمل يوم الثلاثاء، فما بدنا اياه يكتمل بطريقه بدعسه ناقصة، اوكي؟ انتبهوا للصحة، أنا بلاقي دايماً إنه الصحة هي أهم شيء، هو نهار متعب، طويل، بيستنفد كل طاقاتكم، فكونوا حذرين. بنروح لبرج الشادي، موالي برج الشادي يوم ممتاز، من الأيام الأكثر حظاً، من الأيام الرائعة، من الأيام الممتازة، من الأيام الحلوة الحلوة، من الأيام يلي بتعطيكم كادويات، من الأيام يلي بتسمعوا فيها أخبار، خبر تليفون، مسج، خبر يمكن عالمي بالنسبة لكم يريحكم، ما بتعرفوا، في نوع من سرور في الأجواء ماشية معكم، كل الكواكب تقريباً دعمتكم، ما في إلا كوكب هو بلوتو يلي موجود ببرجكم عند 16-17 كانون 2 يناير، بده فترة قرب يطلع من عندكم، عم تسألوني قرب يطلع، فقط كوكب بلوتو، باقي الكواكب داعمة لكم، نهار ممتاز، انبسطوا بهذا اليوم وعندكم أكثر من يوم، اسمعوا بشكون الأسبوعين.
بنروح لبرج الدلو، مواليد برج الدلو، القمر موجود في البيت الرابع، في بيت اهلكم، في بيتكم انتو، في ضيعتكم، في بلدكم، بلاد الغربه، في مع اولادكم، يمكن نفسيتكم، لانه قمر مربع بدكم تنتبهوا من المشاكل، لانه الشمس معكستكم، معاكس هذا القمر من البيت العاشر، بدكم تنتبهوا تعرفوا تنظموا وتنسقوا بين العمل والبيت، تفصلوا بين الواجبات الخارجية والواجبات الداخلية لحتى ما يصير في نقص أو إهمال لمسألة معينة، لحتى ما حدا يقول لكم إنه يي نسيتوا أولادكم جبتوهم من المدرسة، أو يي نسيتي مثلا إنه في عندهم درس، أو أنت نسيت مثلا ما جبت هالغراض بصينك عليه. هاي أشياء بسيطة لكن فيها تكون أكبر أو فيها تكون بسيطة أكثر من هيك. كونوا منتبهين، فترة متقلبة أصلا فمقبلة أيضا، فكونوا منتبهين، خاصة مواليد 8 و9 شباط فبراير. بنروح لبرج الحوت، مواليد برج الحوت، عجقة وخفقة مع هذا القمر الحلو جدا، بيولع عندكم، بيولع كل طاقاتكم، مهاراتكم، قدراتكم النفسية، الإبداعية، الكلامية، عندكم قدرات هائلة بتبين، وما رح تهدوا أبدا، رح بتكونوا من الأشخاص الماهرين، رح بتكونوا من الأشخاص اللي بتلفتوا النظر، رح تغيروا نظرة كتير من الأشخاص حولكم لما القمر بيكون ببرج الثور، يعني الثاني ثلاثة والأربعة. يوم ممتاز، فترة ممتازة، ما رح تهدوا، لكنها فترة مثمرة تعطيكم قد ما أنتم بتعطوا. إذا عندكم شغل، إذا عندكم امتحانات، إذا عندكم تنقلات، زيارات، بريزنت، شو ما كان عندكم، إذا اشتغلتوا منيح رح تاخدوا النتيجة وحبة مسك أكثر. كوكب المشتري ببرجكم محظوظين جدا، 18 19 20 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم، بقول له لمولود اليوم ان لانه القمر معاكسكم بدكم تكونوا منتبهين، لانه القمر مقابلكم بهيدي السنه بدكم تكونوا منتبهين على كل شيء له علاقه، كل شيء يتعلق او له يمت بصله، بارتباط، بعلاقه، بعقد، بزواج، بخطوبه، بصداقه، بكل شيء بكل شيء بكل شيء. هيدي السنه فيها تكون ايجابيه ايضا، بمعنى انه فيكم ترتبطوا. بدكم تتابعوني السنة المقبل سنة 23 بتأثيرات كوكب المشتري، لأنه رح يطلع لكم أكثر من مفاجأة سارة. بتمنى للجميع يوم سعيد، تابعوا برجكم الأسبوعي لأنه في تغييرات وفي قصص حلوة لهذا الأسبوع للجميع. باي باي.